قال مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت، قال إنه في الأيام القليلة الماضية اضطرت الأونروا إلى نقل عمليتها خارج مدينة خان يونس من الجزء الغربي من المدينة. وأضاف وايت أن الأونروا فقدت عيادة صحية وملاجئ رئيسية ومرافق كانت تدعم سكان خان يونس. في الأيام القليلة الماضية اضطرت الأونروا إلى نقل عمليتها خارج مدينة خان يونس من الجزء الغربي من المدينة. لقد فقدنا عيادة صحية وملاجئ رئيسية ومرافق كانت تخدم سكان خان يونس. موظف الأونروا جنبا إلى جنب مع سكان غرب خان يونس فروا إلى الضواحي بالقرب من الساحل، وقمنا بإعادة تأسيس عملياتنا. يمكننا أن نرى الناس هنا يسجلون للحصول على المساعدة، وقد تم تسجيل 184,000 شخص حتى الآن للحصول على المساعدة.